يا رجل كويس شفناك تضحك يا عبد الله. ها كابتن سلطان، كيف ظهرت هذه الموهبة؟ انت عندك معلومات في هذا الموضوع. اول شيء عبد الله اول ما تم اكتشافه في نادي الوحدة في موسم 2015، وقتها كنت انا في اللجنة الفنية في نادي الوحدة مع المشرف المسي بالخير ونائب الرئيس الاستاذ مساعد الزويري. يا اخي كيف كان شكله طيب كان قبل ما تطلع الدقن والشنب. جانا لا طيب على طول ان شاء الله. جانا في استراتيجية عندنا كانت تجارب اداء مع الفريق الاولمبي، وفي اول حضور له جاني المسؤول عن الفريق الاولمبي الاستاذ مازن الطويرقي، قال لي سلطان في لاعب مميز من حواري الطائف، لاعب بصراحه مميز جدا واتوقع له حضور كبير. فاحنا كانت استراتيجيه ان بعد كل مباراه رسميه اللاعبين اللي اقل من 60 دقيقه لعبوا يلعبوا مباراه وديه بعد هذه المباراه. فقلت له خلاص في اليوم من بكره حيلعب معنا مباراه وديه بين الفريق الاول والفريق الاولمبي. من اول شوط اعجبنا فيه كلنا واعجب فيه المدرب وطلب ان يضمه للفريق الاول. سجلناه الله يجزاه خير سالم مساعد، اعطاه مكافاه تسجيل وسجلناه كلاعب هاوي. كان المدرب متخوف انه يعطيه فرصه في سن صغير بهذا الشكل، وكنت حريص شايف انضباطه زي ما ذكر اخوي محمد والتزامه، بصراحه كان يعني التزام خارج الملعب اكثر من التزامه داخل الملعب، وكنت شايف فيها مش تطور كبير، لاعب قيادي بشكل كبير، لاعب عنده قدره على التمركز ورؤيه وقراءه مسار الكره، فواضح انه عنده هامش تطور كبير. بعد تقريبا 6 اسابيع اخذ مكانه اساسي في الفريق الاول، ووقعنا معه عقد 4 سنوات مع فريق الوحده، بعدين انتقل للاتحاد وشفنا كيف التطور اللي فيها. النقطه المهمه في اللاعب عبد الله المالكي، ترى ابو بدر الخانه اللي يلعب فيها الكابتن عبد الله مركز محور، ترى من النادر انك تظهر بشكل كبير وانك تخطف النجوميه في مباريات عده. تكلم مباراه اليوم في هذا المركز اللي غالبا الاضواء والنجوميه تكون للاعب المهاجم او صانع اللعب او حتى الحارس، عبد الاله كان نجم المباراه في كل تفاصيلها، كان من اهم اللاعبين اللي صنعوا ساتر دفاعي. رؤيته مميزه، روحه عاليه، انضباطه كبير بالكره بدون كره، هذه الخصائص اللي يمتلكها عبد الاله، وهذا الالتزام اللي خارج الملعب اولا وانضباطيته ثانيا هي من صنعت له هذه الاستمراريه. ولا زلنا ننتظر من كابتن عبد الاله، واللي يعرف عبد الاله ينتظر منه مستوى اكبر، ينتظر منه تطور اكبر، وباذن الله نقادر عليه. فاصل قصير ونعود.